ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الاجتماع 38 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مملكة البحرين بمشاركة معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون. وقد رحب معالي وزير الداخلية رئيس الدورة الحالية بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، وألقى معاليه كلمة مملكة البحرين في الاجتماع. يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي العزيز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الدورة السابقة على ما قام به من جهود موفقة ساهمت في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس. كما يسرني توجيه الشكر إلى معالي الأخ الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى الأمانة العامة على حسن الإعداد والمتابعة. معربا عن اعتزازي برئاسة هذا الاجتماع والذي يأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل بلوغ الأهداف الأمنية المرجوة. ومن حسن الطالع أن يتم انعقاد هذا الاجتماع حضورياً في مملكة البحرين، وذلك ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدول من أجل التعافي من جائحة كورونا وحماية الصحة والسلام العام. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، في ظل ما تنعم به دول المجلس ولله الحمد من أمن واستقرار ونمو وتطور بفضل حكمة قادتها وإخلاص شعوبها، وهو الأمر الذي يعد مصدر فخر واعتزاز، يأتي اجتماعنا اليوم وما سبقه من اجتماعات تحضيرية من قبل اللجان الأمنية المختصة، وهو ما يهيئ فرصة عملية للوقوف على آخر المستجدات والتحديات والتطورات الأمنية مثل الاعتداءات الإرهابية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الإعلام الموجه والتطرف العنيف. وفي هذا الإطار أؤكد على أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية في هذا الشأن من أجل تحقيق أعلى معدلات الحماية والسلام العام. ولا يفوتني هنا بأن أؤكد على إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها الشقيقة المملكة العربية السعودية، مؤكداً على موقف مملكة البحرين المؤيد لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها. كما أنتهز هذه الفرصة للإشادة بجهاز الشرطة الخليجية الذي يتم حالياً العمل على تطويره ووضعه في الإطار الذي يحقق أهدافه في ظل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للجهاز للنهوض بالمهام المنوطة به. واسمحوا لي أيضاً بهذه المناسبة أن أهنئ دولة الإمارات الشقيقة باستضافة وتنظيم معرض إكسبو دبي 2020، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وما يعكس هذا المعرض الدولي من شراكة حضارية إنسانية من أجل مستقبل أفضل للبشرية. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، تعتبر منظومة تبادل الخبرات أساساً في تعزيز التعاون الأمني المشترك، وهنا أضع أمام مجلسكم الموقر
تجربة مملكة البحرين وما أنجزته بفضل الرؤى الملكية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة كمشروع وطني وحضاري وإنساني يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يأتي تأصيلاً لما حافظت عليه مملكة البحرين في تعاملها الإنساني مستمدين ذلك من ديننا الحنيف وعاداتنا الحميدة. ختاماً أتمنى لاجتماعنا التوفيق والسداد والمضي قدماً في تعزيز الجهود المشتركة لتطوير آفاق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات وتعزيز الاستقرار والرفاهية والسكينة في أوطاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال في إطار العمل على تعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية. وفي ختام الاجتماع صرح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن أصحاب سمو المعالي وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم الضيافة، معربين عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، ومعبرين عن خالص الشكر والتقدير لمقام جلالة الملك المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ومقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمهما ورعايتهما. وأضاف معالي الأمين العام أن وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من إنجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.